لما تطلع كده هبط بره كده. لا يا عم احسن نتمشي يا عم ولا حاجه، احنا هنا في البيت. المهم بص ده بيعمل ايه ودول بيعملوا ايه. تصدق تناقض رهيب. بص يعني سبحان الله، لا هات المنظر كله يعني، هات ده شويه ده ده تناقض رهيب يعني. الناس كلها مرة تتفرج عليها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين. ده بص كده الاثنين ظاهرين مع بعض. يعني شايفين على شمال الصورة ده بيعمل ايه، وعلى يمين الصورة دول بيعملوا ايه. شايفين ايه؟ وعلى شمال الصورة ده هيروح فين؟ لا بس بالظبط. بالظبط كده. ده يروح أرض الميعاد والتاني يروح. هو يا بنت، هو يا بنت خلاص. ده بس حاجة غريبة أوي، حاجة غريبة، أنا أول مرة أشوف المنظر ده.